Capitán del equipo número uno. تريس كيلوس أبادخو على تريس كيلوس Morocco Exotic Anglers Capitán Shubedi Bouhalem نوعية الأسماك la plus grande variété la variedad más grande el premio la variedad más grande el equipo del barco Zurazu 2 embarcación Saber Otsman Sahrari Con 19 kilos, 19 kilos, 19 kilos. Fuertísimo aplauso para los campeones. Fekat Harra, le faizim. حصلنا على جائزات أكبر سمكة في هذه المسابقة. المسابقه كانت جيده الاجواء البحر يعني لي كونديسيون ديال الميتيو كانوا مزيانين دونك الحوت ما كياكلش بزاف مي مالغري دونك تمكنا باش نصادو اكبر سمكه في هذه المسابقه هذه هي النسخه الثانيه من هذه المسابقه شاركنا في النسخه الاولى وهذه النسخه الثانيه كنشاركوا فيها حتى هي بالتاكيد والعلاقات كاين من قبل باش كنروجوا للوجهه ديالنا وكنجيبوهم يشاركوا معنا بالتاكيد وكنظن ان التنظيم ديالنا هو احسن من بعض التنظيمات في دول اخرى اليوم الحمد لله فزنا بجائزه ديال اكبر سمكه اللي كانت سمكه ميرو من نوع ميرو وزنت 19 كيلوغرام الحمد لله هاد السمكة أي صياد هاوي كيحلم باش يصيد هاد النوع ديال هاد السمكة وخصوصا في هاد الوزن هذا الحقيقة من ناحية ديال الأجواء أجواء كانت رائعة خصوصا من حيث التنظيم اللي كان ومن هاد المنبر كنشكر الإخوان اللي كانوا ساهرين على التنظيم ديال هاد التظاهرة اللي هي عالمية وكما كتعرفوا الناس جاو شاركوا من بزاف ديال البقاع ديال بزاف ديال البلدان في العالم والحمد لله ربي وفقنا اليوم وخصوصا كان الجو مزيان وقدرنا نصيدوا هذيك السمكه واسماك اخرين طبعا ولكن هذيك السمكه هي السمكه اللي الانسان كيحلم باش يصيدها الحمد لله ربي وفقنا الحمد لله اليوم كان اختتام الدوره الثانيه من مسابقه الصيد بالقارب مضيق البوغاز تمت مشاركه ديال 43 قارب منهم 26 قارب اجنبي والباقي قوارب مغربيه بطواقم مغربيه الحمد لله لاقت نجاح كبير المرتبه الاولى احتل قارب اسباني الثانيه احتل قارب مغربي الثالثه قارب من جبل طارق المهم الحمد لله كانت كلشي مزيان وان شاء الله راه عندنا طلبات ديال المشاركه في النسخه القادمه من هذه التظاهره ناجحه التظاهره ناجحه 100% كان الشعار ديالها لهذا العام هذا ركزنا على الحفاظ على الحياه البحريه بالمنطقه وحاولنا ما امكن نوصلوا واحد الرساله هي اللي هي الصيد المسؤول بالنسبه للناس اللي كتصطاد بالقوارب الترفيهيه نوعية الأسماك la plus grande variété la variedad más grande el premio la variedad más grande el equipo del barco Zurazu 2 número 32 capitán